مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. مندوب المغرب يقول كلمة تجعل مندوب الجزائر ينتفض ورد قوي، وهكذا كان رد فعل الوفد المغربي بعد أن ألجمه عمار بن جمع في مجلس الأمن. بداية ومع المواجهة الجديدة التي راح مندوب المغرب عمر هلال يسارع إليها لاستفزاز مندوب الجزائر عمار بن جمع في مجلس الأمن، وكذا عن عمد للتشويش على الجهود الجبارة التي يقوم بها لحل أهم القضايا. فتطاول عمر هلال أمام عمار بن جمع أظهر نوايا المخزن جيدا في محاولة تشتيت مجهودات الجزائر، إلا أنه لقي ردا صاعقا جعله يخرس كعادته والرد بقوة. فمع الدعاء مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن عمار بن جمع يتفنن في إلقاء الأكاذيب وكيل العداء للمغرب ومحاولة التأثير على دول العالم ليدعموا الصحراء الغربية التي وصفها الأخير بالمغربية، ثم قوله كلمة متهما بن جمع والجزائر بجلب مرتزقة ليشهدوا زورا لدى المغرب حسب الدعاه. وادعى أيضا لمدعو عمر هلال أن عمر بن جمع جلب معه إلى الاجتماع اللجنة 3 أشخاص خانوا بلدهم وقدمتهم بصفة مقدمي ملتمس لا يتحدثون عن الصحراء الغربية، بل بهدف حسبه جعلهم يهاجمون المغرب، وذلك أمر مرفوض. وأضاف هلال بالقول لذا أطلب من هذه اللجنة ومن الشعب الجزائري أن يكونوا شاهدين على ما يقع ليرد عمار بن جمع بقوة أمام الجميع ويطالبه بوقف التهريج ومواجهته مشاكل بلاده بموضوعية وعدم إلصاق حتى الإدانات الدولية التي تطالب بلاده بالجزائر، مؤكدا أن الجزائر لا تعيره أي اهتمام، كما أن الجزائر باتت تسبب له وسواسا قهريا، وله أن حتى شعبه باتوا على يقين بأن عمر هلال هذا وحتى ملكه محمد السادس وكل مسؤوليهم كل مشكلة داخلية وفشل خارجي للدبلوماسية المغربية يلصقونها عن عمد بالجزائر للتغطية على إخفاقاتهم، لهذا يسارعون للتهجم على الجزائر وإلصاق كل مشاكل بها لإلهاء شعبهم والتغطية. كما قام بن جمع بتحذير عمر هلال من التطول مجددا على الجزائر وصدمه، خاصة بعد رفض المجموعة إدانة بن جمع ولا تلقى ادعاءات الباطلة من عمر هلال لدى الجزائر، فكل شيء واضح. كما قال أيضا عمر هلال مدعيا أن الحكومة الجزائرية استقدمت إلى نيويورك مرة أخرى عددا من المرتزقة وقامت بتمويلهم واقتناء تذاكر السفر وتحمل تكاليف إقامتهم في فنادق لكي يهاجموا مؤسسات المملكة المغربية حسب الدعاء. فالأخير من هوسه الكبير بالجزائر حتى المعارضين المغاربة أو أي مغربي ينطقوا لانتقاد نظام بلاده وأفعال ملكه يلصقونه ويتهمونه بالعمل للجزائر. هذا ومع ادعاء عمر هلال أنه لم تعد هناك أي دولة تدعم أطروحة الجزائر في الصحراء الغربية، كذلك وجد نفسه محل سخرية لأن أغلب دول العالم تدعم طرح الجزائر وتدعم وتعترف بالصحراء الغربية، بينها ومن يسميهم بحلفاء المغرب وأولها أمريكا التي تدعم الصحراء الغربية وطرح الجزائري، فكل دول أوروبية كذلك دون استثناء ودول إفريقية وعربية من كل أنحاء العالم تدعم الصحراء الغربية، وكذبته ودعاءته سرعان ما كشفوا زيفها، لأن عمر بن جامع دائما عند أكل ظهور، لهذا عمر هلال يردعه فورا. والمندوب الجزائري يعرف جيدا أن المدعو عمر هلال يتعمد محاولة تشويش عليه لتشتيت تركيزه وتحركاته التي يقوم بها في مجلس الأمن لحل أهم القضايا الدولية، وعلى رأسها وقف الأحداث في القطاع نهائيا، مع العلم أن النظام المغربي هو من ثبت عليه صرف ملايين دولارات على مرتزقة ومعارضين جزائريين خانوا بلادهم ويستقبلون في المغرب ويقدم لهم محمد السادس مزايا ضخمة لمهاجمة الجزائر ومحاولة تشويهها، وليس العكس كما دعا عمر هلال في ورطة. وهل يقبل الرئيس بون طلبه بعد لجوئه للوسطات والرد يفاجئه؟ بداية يبدو أن الرئيس بون لن يجدد عقد تزويد الجزائر للمغرب بالكهرباء مع قرب انتهاء العقد السابق، وهذا الأمر لو فعلته الجزائر ستضع الملك المغربي في ورطة حقيقية، لهذا يحاول حاليا اللجوء للوساطة عبر دول صديقة للجزائر لتقنع رئيس بون بتجديد العقد الخاص بتزويد الجزائر المغرب بالكهرباء، لكن الأمر جد معقد وتسير لرفض التجديد، خاصة أن الجزائر من المرتقب ألا تجدد العقد كعقاب وردع جديد للنظام المغربي بسبب استمرار محمد السادس بنفس سياساته وحتى استفزازاته وتحالفاته وكذا محاولته ضرب مصالح الجزائر، ولم يوقف إعلامه ولو يوما واحدا ومسؤوليه عن مهاجمة الجزائر. محمد السادس أصلا يعاني أزمة خانقة وتفاقمت مؤخرا في مجال الغاز برفعه لأسعار الغاز لأرقام جنونية، ولم يجد أي حل أو بديل للغاز الجزائري منذ أن قطعه الرئيس بون عليه كرد وعقوبات على أفعاله. أما إذا امتد القطع الجزائري للكهرباء سيجد المخزن نفسه في ورطة أكبر، وهو المنتظر حدوثه، خاصة وأن العقد لم يضل عليه إلا القليل وينتهي وينتظر أن يجتمع البلدان ليتخذ الطرف الجزائري إما تجديد أو إنهاء العقد.
مع العلم أن الجزائر أصلا كانت باعت للمغرب العقود الكهرباء دون أن يدفع المغرب بعض المستحقات والديون الضخمة. أما وبالعودة لتلك القضية وكون مطالبتهم بدفعها وضع محمد السادس في حرج كبير. ملك المغرب يفشل في المحاولة، وهكذا رفضت تونس الغدر بالجزائر، فكيف حاول إشعالها بين الرئيس بون وقيس سعيد والدول المغربية تصدمها؟ بداية محاولة فشلة من النظام المغربي لإشعال العلاقات بين الجزائر ودول التكتل، بالخصوص مع تونس وليبيا ثم المنتظر موريتانيا مؤخرا، حيث أنه بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الطيب البكوش الذي جثم على رأس الاتحاد المغربي لمدة 8 سنوات كاملة متجاوزا عهدته الثانية بسنتين دون أن يحقق أي تقدم في مسيرة الاتحاد الذي تحول في عهد البكوش إلى فرع يتبع وزارة الخارجية المغربية ويسعى لتحقيق مصالح ومآرب المغرب على حساب مصالح بقية دول المنطقة، وبالتالي كانت النتيجة توقفا تاما للاتحاد الذي يسعى الرئيس قيس سعيد بحكم صلاحيات بلاده داخل هياكل الاتحاد إلى إنعاشه بتعيين أمين عام جديد. فحاول المخزن افتعال توتر ومشكلة بهذا الحدث، لكن جاءه الرد سريعا مباشرة بعد إعلان وزارة الخارجية التونسية خبر تعيين الأمين العام الجديد، حتى اطلعت وسائل الإعلام المغربية ليست للترحيب بالقرار ولكن للتأكيد أن هذا التغيير جاء نتيجة الفشل التكتل، التكتل الثلاثي والآلية الثلاثية التي تضم الجزائر وتونس وليبيا. الإعلام المغربي اعتبر أن ذلك ضربة لخطط الجزائر، رغم أن بيان الخارجية التونسية أكد أن كل الدول الأعضاء وافقت على مقترح الرئيس التونسي بتعيين طارق بن سلمان أمينا عاما للاتحاد المغرب العربي بما فيها الجزائر بل وعلى رأسها الرئيس بون. فيما أكدت وسائل إعلام ليبيا أن قرار إزاحة طيب البكوش وتعيين بن سالم كان باتفاق قادة دول ثلاثة الجزائر وتونس وليبيا، وكان ذلك خلال اجتماعهم في تونس. إذ ذهبت أبعد من ذلك عندما قالت أن تنقل سامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الرباط حاملا رسالة خطية من محمد المنفي إلى محمد السادس. ادعى الإعلام المغربي أنه كان بغاية إعلام الملك المغربي محمد السادس بقرار تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي، وليس كما ادعت وسائل الإعلام كان بغاية إعلام الملك المغربي بقرار تعيين أمين عام جديد للاتحاد المغربي، وليس كما ادعت وسائل إعلام مغربية التي قالت أن ليبيا ترفض الانخراط في التكتل الجديد. المشكل الأساسي المطروح داخل هذه الهيئة المغربية هي تواجد مقرها بالعاصمة المغربية الرباط، لأن المخزن يستغل ذلك دائما للضغط على الأمين العام مستعملا أساليب أصبحت مشهورة داخل نظام محمد السادس، ومن خلالها يسيطر على قرارات الأمين العام وتصريحاته. فهذا ما كان واضحا بشكل مستفز مع الطيب البكوش الذي سمح لنفسه بالتهجم على الجزائر في أكثر من مرة قبل أن ترد عليه وزارة الخارجية الجزائرية وتلجمه، معتبرة حينها أن الطيب البكوش لم يعد أمينا عاما للاتحاد المغرب العربي ولكنه أصبح يمارس دورا دبلوماسيا مغربيا. فالآن جاءته الإطاحة من قيس سعيد الذي أبان عن موقف مشرف مع الجزائر. هذا ورغم أن نسبة التفاؤل ضعيفة جدا، إلا أن الأنظار تبقى متوجهة نحو الأمين العام الجديد طارق بن سلمان وما يمكن أن يقدمه.